السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم الى نشرة اخبار الرياضة والتي تاتيكم مباشرة عبر قنوات التلفزيون الجزائري. بداية، تلعب في هذه الاثناء مباراة المنتخب الوطني الجزائري امام نظيره الليبيري لحساب الجولة 26 من التصفيات المؤهلة الى كأس امم افريقيا 2025، وذلك بملعب المجاهد الراحل حسين ايت حمد بتيزي وزو، والذي يعرف حضورا جماهيريا كبير. وتشير النتيجة في هذه الأثناء إلى تفوق المنتخب الوطني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. أهداف المنتخب الوطني حمل التوقيع اللاعبين عيسى ماندي في الدقيقة 20 والقائد رياض محرز في الدقيقة 29، ليضيف المهاجم بغداد بنجاح الهدف الثالث للمنتخب الوطني في الدقيقة 63. وفي أخبار البطولة الوطنية والحساب الجولة 9 من الرابطة المحترفة، تفوق نادي اتحاد الجزائر على ضيفه شبيبة الصورة بثنائية نظيفة في مواجهة احتضنها ملعب الخامس جويلية الأولمبي. التعليق لمحمد جمال. وإلى ركنية لمصلحة الاتحاد، بن زازالة بيسراه بالراس، أول أهداف المباراة بالراس بوخرجوش. الحارس أمين الدفاع هيا بالرأس من بوخرجوش، صعبة الرأسية، حاول الحارس بعد للاتحاد وحاول وابدي فوق الجميع. تدخل متابعينا مشاهدينا الكرام، وابدي وقسم، وماذا سيقرر حكم المباراة بعدما تمكن الى ضربة جزاء؟ يقول حكم مشايريا كرام بالقسمي، اسماعيل وابدي بالقسمي ويسجل في الزاوية الصعبة البعيدة، يمنح الافضلية من جديد ويسجل هدف الثولة من هناك. والانطلاق بسرعة، يحاول من هناك وضربة جزاء، يقول الحكم لمن الكلمة؟ بوتيج وبنبوط ينقذ مرماه ببراعة كبيرة، وما زالت الخطورة طيب ولكن ضايع بنبوط. قلت بأن بنبوط متخصص. وعلى ملعب الإخوة بوشليق بمدينة مقرى، تفوق نجم مقرى على ضيفه ترجي مستغانم بهدف نظيف. نتابع ملخص المواجهة بتعليق وليد غريبي. وتنطلق المباراة مشاهدي الكرام على بركة الله، تنطلق في هذه الأثناء والكرة لمصلحة فريق نجم مقرى مع زكريا كموخ، لكن التغطية الدفاعية حاضرة من بن عمار يبعد الكرة. فايق يتقدم، توزيعة وخروج لهناث ممرواني، الدفاع ينوب عن الحارس ويخرج الكرة مباشرة للركنية مرة أخرى، لكن ضيع الكرة تروح مباشرة لهجمة معاكسة مع نجم مقرى، هجمة كرة معاكسة لنجم مقرى مع عمران فايق، توزيعة لحد جعبوط يضيع، جعبوط يضيع، وهنان عبد السلام يتألق وببراعة ينقذ مرماه وينقذ فريقه من الضربة القاضية. بينما مخالفة للترجي من تامر تروح مباشرة إلى ضربة مرمى للحارس عماد بن شلف وفريق نجم مقرى. بينما
وفي هذه الأثناء مشاهدينا الكرام حكم المباراة سيد فتح حركات يعلن عن نهاية الشوط الثاني والمباراة بفوز فريق نجم مقرة على ترجي مستغانم بهدف مقابل صفر من إمضاء محمد مرواني في الدقيقة 16 من عمر هذه المباراة. فوز إذن مولودية الجزائر كان أبرز المستفيدين من الجولة التاسعة بعد فوزه على نادي مولودية البيض خارج ميدانه بهدف المهاجم الدولي أنديدي لور. التعليق لوليد غريبية ثانية. وعن قمة المولوديتين مباراة بست نقاط للفائز بها، بينما المنهزم اعتقد أموره صعبة. تسديدة قوية من المولودية من دليل حسن خوجة و توفيق مساوي في المكان المناسب ببراعة يخرج كرة للركنية. خاتم الخير بن عمران توصل لبوشوشة بوشوشة 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 بوشوشة. تسديدة من بوشوشة تمر بضع مليمترات عن مرمى الحارس توفيق مساوي. من هناك ناحية حليمية، توزيع من حليمية ورأسية أندي ديلور أو سفيان بيزيد تمر بضع مليمترات عن مرمى الحارس صالحي. لأيوب غزالة على الجهة اليمنى، رضا حليمية على الجهة اليسرى، حمزة موالي بين قبل، لكن بعد هذه التسديدة رأسية والهدف الأول، الهدف الأول لمصلحة فريق بلودية الجزائر مع أندي ديلور بعد توزيعة من زكريا العيجي. أندي ديلور يباغت صالحي عبد القدير ويفتتح مجال التهديف لمصلحة فريق مولودية الجزائر في بعد مرور دقيقة على بداية الشوط الثاني. إذا دون مقدمات مولودية الجزائر، وأندي ديلور يباغت صالحي عبد القدير ويباغت مولودية البيض ويفتتح مجال التهديف لمصلحة فريق مولودية الجزائر. تتغير النتيجة إذا، هدف لمولودية الجزائر مقابل صفر لمولودية البيض من إمضاء أندي ديلور في الدقيقة 46 لهذه المباراة. يعني بعد مرور دقيقة واحدة على بداية الشوط الثاني تتغير النتيجة، في الوقت الذي كنا نتمنى أن يكون الشوط الثاني مغايرا لسابقه وأفضل من سابقه. أندي ديلور وكأنه سمعني ويفتتح مجال. مشاهدينا الكرام، بالعودة إلى مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره الليبيري لحساب الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا، العناصر الوطنية أضافت رابع الأهداف عن طريق المهاجم أمين جويري عند الدقيقة 73 من الشوط الثاني. 4 أهداف للمنتخب الوطني الجزائري مقابل هدف واحد للمنتخب الليبيري. دائما نبقى في كرة القدم، وفي مباراة أخرى تفوق نادي أولمبيك أقبو على ضيفه مولودية وهران ب3 أهداف مقابل هدف واحد في مباراة احتضنها ملعب الوحدة المغاربية ببجاية، وعلق عليها أمين رزاوي. في أعراف وتقاليد الكرة أن كل فريق له جماهيره المحبة لألوانه، غير أن التسمية تتغير إلى المتيمين بل المهووسين عندما يتعلق الأمر بعشاق مولودية وهران، كيف لا وهؤلاء يسجلون أنفسهم في قائمة الحاضرين أينما حل الفريق وارتحل. الدورية نحو الشرق الجزائري لمواجهة الصاعد الجديد أولمبيك أقبو لم تكن مثمرة للحمراوة الذين اصطدموا بمنافس منضبط يعرف طريقة تسيير المباريات خاصة الصعبة، ولا يعترف في الوقت ذاته باسم ولا بحجم من يقابل. والأهم بالنسبة لأبناء بجاية سوى الظفر بكامل الزاد. أولى خطوات لاعبي مولودية وهران نحو مرمى أولمبيك أقبو وضحت للجميع نية تأكيد الانتصار الأخير المحقق على الوفاق الصيفي وإضافة أشبال بوعكاز إلى قائمة المهزومين، غير أن الكرة انتهت بين أحضان الحارس بن شيخ، فرد عليه في الجهة المقابلة الحارس رحماني بشعار أنا هنا أنا موجود، مانعا جميع فرص لاعبي أقبو من زيارة الشباك. سانحات مولودية وهران وعلى قلتها كادت أن تأتي بالجديد لو كان للمهاجم عريبي القليل من الحظ والكثير من التركيز. في الشطر الثاني حلت الألعاب النارية مكان الأضواء الكاشفة، فصنع أسود الصمام الفرجة والمتعة على المدرجات،
وكأنهم يريدون التعبير عما عجز عنه اللسان. فبدأ الفرج يأتي شيئا فشيئا بعد طرد الحاكم قاموح المدافع كروم من جانب مولودية وهران. وبمرور 4 دقائق أعلن الدولي قاموح عن ركلة جزاء لأصحاب الدار بعد العودة إلى الفار بداعي لمس مدافع الزوار الكرة باليد، ركلة نفذها علي هارون الذي دون الهدف الأول. الفرحة لم تدم طويلا ببجاية وتحولت صوب مدينة وهران، فنظرات المدرب إيريك شال نحو الشباك كانت تمهد لهدف قادم من البديل بوسالم 8 دقائق قبل الختام. ولأن الكرة طالما عودتنا على حضور عنصر المفاجآت، جاء الخبر الجميل لمناصري أولمبيك أقبو من المدافع بوثلجة الذي بصم على ثاني الأهداف. المدرب إيريك شال بدت الحيرة على وجهه، فزاد التفكير بغية العودة في النتيجة سريعا، لكن اللاعب أدرار كان أسرع وأضاف 3 أهداف مفاجأة المحترف نادي أولمبيك أقبو الذي لا يزال يقدم الدروس للجميع في احترافية الشكل والمضمون. سجل الهدف الثالث ويعمق جراح ابناء الحمري. ونتابع فيما يلي نتائج مباريات الجولة 9 وكذا الترتيب النهائي للرابطة المحترف. في أخبار كرة السلة، لعبت هذا الأسبوع مباريات الجولة 2 من القسم الممتاز رجال، ومن بين اللقاءات مواجهة البطل وداد بوفريك ونادي طليعة الضرارية والتي انتهت بتفوق الوداد. التغطية لإسماعيل ميلودي. الجولة 2 من بطولة القسم الممتاز لكرة السلة رجال كان الصدام فيها قويا بين البطل وداد بوفريك ونائبه طليعة الضرارية، ما جعل المباراة متكافئة بندية خلق فرص التسجيل وإصرار كل طرف على تحقيق التقدم، لكن التعادل هو ما كان في الربع الأول الذي انتهى ب19 لكل فريق. الربع الثاني طليعة الضرارية رمت بكل ثقلها وتسجيل عدة سلات ثلاثية عمقت بها الفارق، خاصة وأن الوداد تراجع أداؤه الهجومي نوعا ما من جهة وتضيع بعض الكرات من جهة أخرى، لينتهي الربع الثاني بتقدم الطليعة ب35 مقابل 28. الربع الثالث تغيرت المعطيات بعدما راجع وداد بوفريك حساباته وانتفاضة هجومه بالضغط وسرعة التنفيذ بكرات ثلاثية قلصت الفارق بل وتقدمت في النتيجة التي لم تعرف تقدما ملحوظا عند الطليعة، لينتهي الربع الثالث لصالح وداد بوفريك بنتيجة 46 مقابل 43. تقدم حافظ عليه الوداد في الربع الأخير الذي ارتفعت فيه درجة الأدرينالين عند اللاعبين، إثارة وحماس وفارق ضئيل جعل اللقاء مفتوح على كل الاحتمالات قبل نهايته، لكن الوداد حافظ على تركيزه وتقدمه ليحسم المباراة لصالحه بنتيجة 62 مقابل 57، محققا بذلك الفوز الثاني على التوالي والبقاء مع فرق المقدمة ب4 نقاط.
نختم بالكرة الطائرة ولحساب الجولة الثانية. تفوقت سيدات نادي مولودية الجزائر بثلاثة أشواط نظيفة على نادي برافور بجاية. نسرين شبوط والتفاصيل. سيدات مولودية الجزائر الكرة الطائرة افتتحن الموسم بالفوز على برافور بجاي بثلاثة أشواط دون مقابل. بطلات الموسم الماضي سيطرنا على الشوط الأول وفزنا به بخمس وعشرين نقطة لقاء 11. أما الشوط الثاني أرادت سيدات بجاي العودة في النتيجة، لكن قوة دفاع شبلات المدرب مختار كمال أوقفت رفيقات سناء بومنصور، وانتهى الشوط لصالح المولودية بخمس وعشرين نقطة لقاء 22. ليكملنا الشوط الثالث بهيمنة على المنافس وفرض سيطرتهن بتسجيلهن العديد من النقاط ليفوزن بالشوط الأخير بخمس وعشرين نقطة لقاء 10. قبل الأولى مع فريق مولودية جرت في جو كما نقولوا أميكال. دوماج ما قدرناش نربحوا الماتش هذا، مي اون ا بو درنا دو نوتر ميو باش نديو هذاك، ميم سي سي ديبي دو سيزون دونك سي ان بو كومبريهونسيف. انطباعاتي على المقابلة تاع اليوم كانت ضعيفة، يعني كانت أول لقاء وحنا عندنا اسبوع من بدينا التدريبات، سي بور سا المستوى كان ضعيف جدا. كانت مباراه يعني متوسطه، ما لقيناش كثير صعوبات في المباراه، لكن كانت الحمد لله وقدرنا يعني نجيريو المباراه والحمد لله يعني تفوزنا عليهم، قدرنا نتفوزوا عليهم بثلاث اشواط لصفر. فوز معنوي لسيدات المولودية في بداية الموسم، حيث سيهدفنا لإكمال المشوار على هذا المنوال والحفاظ على لقب البطولة. وقبل خمس دقائق عن نهاية الوقت الرسمي لمباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره الليبيري، المنتخب الجزائري دائما متفوق بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في إطار الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025. إلى هنا نختم نشرتنا الرياضية، متابعة طيبة لبقية برامج التلفزيون الجزائري. السلام عليكم.